طبعا في المطار دي مكتبة اسمها كومبس تشتري بوكس، ودي مطبعة اللي كانت بتطبع الكتب، حاجة يعني قديمة، بحبهم الحاجات القديمة دي جدا. نيجي هنا في المطار، عايز اوريكم حاجة، الجزء بتاع في يوجا روم، عايزين نشوف اليوجا روم دي. تلاقي ناس جوه في اليوجا روم، يوجا روم نكمل طوالي. تمام، تهيألي في شوية رسومات جميلة هنا. يوجا روم كمل. طبعا في هنا ثلاث انواع من الزبالة. ادي اليوجا روم، هنخش بقى على اليوجا روم ونشوف شكلها عامل ازاي. هنا اللي عايز يتدرب. لا it opens at 7:30 I guess. يجي يتدرب. وهنا تقلع الجزم، مفيش اكل وشرب. I think it's earlier for... they were saying it was written here a sign 7:30 but it's open. شفنا اليوغا روم. تمام.